ليه؟ حد يشتغل مع الكن ويقول ليه؟ ليه؟ أنا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبة دي. أيوة. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50، 20 40 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. عد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفاية بصل برضه لحسن، تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا بهوات، نسيت، أصل اللي اتعود على ريحة الكولونيا تتعبه ريحة البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطة؟ واشمعنى يعني انا اللي حطتهولي؟ لأنك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، ما احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. زيار. وعشان انا. ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربية والعيش والملح اللي كان ناسي اهو. ولو انا لا يمكن افرق في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغلي معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكالة مكان البلاسي ولا في ال الام اف بي؟ ده صراصير ده مرزوق. لا ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والب بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظ لكم الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان مش فاهم يا اختي؟ ايه ده غير المنهج له هول. طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. عيد ميلاد جيجي، سكرتيرته. أنا؟ أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبداً. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني.
الولايه الشروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي. لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله 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 يا عمرو. ايوه كده مفيش ماشي. ايدي اديله. ادي اديله. ادي اديله. ادي اديله. اديله. افتكر كفايه كده شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه؟ يا جدع انت خليها مبسوطه، عارف؟ طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين، ما تزودش عن ثلاثه لتبرطشك هي. ما تيجي تبرطش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برتوشه. شغل حواري. عم برتوشه. اديله. 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 الله يا حبي. الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا امين. احسن برضه عشان صحتك. ايه ابني بيبي دول يا استاذ؟ لسه اشوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. تجيني ايه؟ اقول لك وتجيني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوة. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراولة منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافية؟ لا مش بالعافية، بحاجة تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 تن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي. حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى، عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزة. Thank you.
معلش. الله يعطيك. اهلا يا بركات، اتفضل. احسن اكون عطلت ولا حاجه؟ لا ابدا. مالك يا بركات؟ قلقان ليه؟ لا 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 مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت من ساعه ما جيت وانت عمال تحرق. هتعملي فيها الشبه العفن؟ روحي اعملي حاجه اشربها. شاي، حاجه ساعه، ينسون، حب، حصى. بصراحه بقى مفيش غير بني. خلاص اعملي قهوه على الريحه. على الريحه ولا تطريقه؟ خليهم اتنين يا خالد. ماشي. اسف بركات، مالك؟ لا بس في مشكله عند واحد صاحبي. مرزوق؟ لا لا لا، واحد صاحبي تاني. مال؟ بيحب. دي تبقى مشكله؟ اصله مش عارف يقول اللي بيحبها انه بيحبها. ليه؟ ما بتسمعش؟ لا، ودانها سليمه وحلوه وطيبه وجدعه وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا؟ لا قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا. جرايه يا خولي، في ايه؟ مفيش. انا بقول بقى نبدل القهوه ونجيب شربات. قلت ايه؟ حلو، جيت في وقتك يالا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. انا اللي عندي ليك احلى خبر. ايه؟ ايه رايك يالا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكه؟ ينفعوا؟ دول حتى كتير. ده انا ابويا شبك امي بقمع سكر. شبك امك مش شبك بطه. ده هو انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما بتحبنيش. الا بطه، دي الحقيقه يا كوتش. بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات عطا ما قلتش عليا. دي مؤامره. ده رابع عطا يضيع مني الشهر ده. مين الشركه اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العملة. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجة دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطة دي. انتوا ناسين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في الفارافان ولا في فاترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. وانت ما قلتلوش يا بركات؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. دي سرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه.
هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل. هضم يا جدع. بلاش، احسن حكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. مين يا عمر؟
بطل اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ بطل بركوتة ما شفت ايه اللي حصل؟ روح يا كلب. مش فاهم حاجة، مش فاهمة بركوتة. فاهم؟ الشرف فيه تفاهم يا كلب. بركات.